يعول النادي العربي وجماهيره على مدير قطاع المراحل السنية خالد القبندي لصناعة النجوم وصقل المواهب التي تغذي الفريق الأول لكرة القدم، لا سيما وأنه يملك تاريخا مميزا في هذا المجال. نادي العربي أخذ مدة طويلة بضعف وإهمال في قطاع الناشئين، وهذا مكشوف للجميع. أنا ما أقول الآن بسبب وجودي وسبب وجود الناس اللي معاي إحنا راح نعيد قطاع الناشئين مرة ثانية، إحنا قاعد نبني على من سبقنا. التغيير صار على وفق على الرؤية، ما غيرنا لأن في ناس ما نبيهم، هو تختار أنت المجموعة اللي تناسب رؤيتك. ما عاد اللاعبين نادي العربي الآن على تاريخه، وجود العلاقات مع المدارس وزارة التربية وأكاديميات المنشأة الآن في الكويت منتشرة، ضرورة الآن صارت للأندية اللي تحب تنافس وتستقطب اللاعبين الموهوبين. أنا أفضل المدرب الكفؤ سواء أجنبي ولا كويتي، في معايير معينة إذا توفرت في المدرب سواء أجنبي أو كويتي إحنا نحاول أن نستقطبه ونتفق معه. ثقافة اللاعب المحترف موجودة في كل دوريات العالم، نادي العربي ما يقدر أنه هو يستغني عن الخارج، ما أعتقد، لأن هي ثقافة صارت في الأندية. اللاعب المحلي نأمل إن شاء الله إذا استقرت الإدارة في نادي العربي وبدأت الأمور تتصلح داخل نادي العربي على مستوى إدارة مجلس الإدارة، إن شاء الله ليش لا.